أيها المسلمون، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أسس المسجد النبوي قبل ما يأسس ويبني الديار ديالو في المدينة المنورة؟ هذه إشارة إلى كل مسلم انتقل إلى مكان، سواء قرية أو مدينة أو دولة، لا بد أن تفكر في المسجد قبل البيت. شحال من واحد كيمشي يكري في واحد البويبلو، واش فيه المسجد ولا ما فيهش؟ ما عليش، الدنيا هانية. لا، ماشي الدنيا هانية، خصك تفكر في المسجد قبل ما تكري الدار. ولو أنك تلقى الكرا رخيص ما يغويكش هذاك الرخص وتكري في واحد البويبلو ولا في واحد المدينة ما فيهاش المسجد. خصك تفكر في المسجد قبل ما تفكر في الدار ديالك، وهذا هو اللي داروا النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ما بنى الدار ديالو ولا فكر في الدار ديالو فين غادي تكون، ولا كي غادي يشيدها، ولا مع من، وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمنزل، فكر في المسجد يتأسس. أيها الإخوة والأخوات، المسجد هو بيت الله عز وجل. هذا البيت المقصد منه أنه وضع للعبادة لله رب العالمين. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الإسلام وضع لنا مدرسة كيتعلم فيها المسلمون، الرجل والمرأة والصغير والكبير والفقير والغني، مدرسة يتربى فيها المسلم، لأنه يسمع كلام الله ويسمع أحاديث رسول الله التي توجهه إلى الصواب، إلى الحق. المسجد هو مدرسة يتفقه فيها المسلم، كيستمع الإنسان الخطبة، كيستمع للدروس الوعد والإرشاد، وكيتعلم الإنسان ويتفقه في دينه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. كذلك أيها الإخوة والأخوات، المسجد بيت لكل مسلم، بيت عام جعله الله عام للرجال، للنساء، للأطفال، لكل أحد من الأمة. يعني ماشي غير الرجال اللي غادي يستغلوا المسجد ونساء بعاد عن المسجد، لا، ما يمكنش. حتى المرأة ممكن تجي تصلي حتى الوقات، ماشي غير الجمعة. وكانوا النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كيصليوا الوقات، بل كانوا كيصليوا حتى الفجر، فضلا عن صلاة الجمعة والعيدين. هكذا كان حالهم، وتعلموا وتفقهوا وعرفوا الحلال وعرفوا الحرام. كيفاش المرأة غادي تتعلم الدين وتعرف الحلال والحرام وهي بعيدة عن المسجد، بعيدة عن الدروس، بعيدة عن الخطب؟ ما يمكنش، خاصة في هذا الزمان، زمان الفتنة، زمان التركيز على واحد العنصر معين في الأمة أو عناصر معينة. إذن فلا بد من بناء هذه العناصر وهذه الأشخاص حتى لا تضمحل وسط المجتمعات وتنسلخ وتذوب كما يذوب الملح في الماء. كذلك المسجد أيها الإخوة هو بيت التعارف بين المسلمين على اختلاف ألوانهم وجنسياتهم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. المسجد يجمع الجنسيات على اختلاف أنواعها، لكن تحت راية واحدة وتحت سقف واحد، ألا وهو بيت الله. المسجد النبوي جمع بين أبي بكر رضي الله عنه العربي القرشي، وجمع بين سلمان الفارسي، وجمع بين صهيب الرومي من الروم، وجمع بين بلال الحبشي، وغير ذلك من أنواع المناطق والجهات. جمعهم مسجد واحد فتعارفوا فيه. وهكذا خصنا نكونوا، ما خصهاش تكون عنا هذيك العرقية وذيك الطائفية. هذا لا ينظر بعين الإسلام، وإنما ينظر بعين عنصرية.
والإسلام من هذا بريء، المسلمون سواسية، لا فرق لأحد على أحد إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المسجد أيها الإخوة والأخوات هو بيت التكافل والتضامن، ما شاء الله. الله يباهي الملائكة بهذا العمل، الله يبارك في هذا العمل وفي الناس الذين يعملون هذا العمل. استمر التكافل أيها الإخوة، إلا ما تكافلناش بيناتنا وتضامننا بيناتنا شكون اللي غادي يديرنا هذا الشيء هذا؟ فخصنا نشوفوا أي واحد محتاج، أي واحد مقبل على عملية جراحية، أي واحد فقير، أي واحد ما خدامش. هذا هو الدور ديال المسجد أيها الإخوة. المسجد ماشي غير بيت نصلي فيه وصافي، صلي هزن عايلك وخرج، هذا ماشي دور المسجد. هذا راه بحال الإنسان دخل القهوة وتقهوى وخرج، دخل للسوق تقضى وخرج. المسجد شيء آخر أيها الإخوة. كذلك أيها الإخوة والأخوات، المسجد بيت المتخاصمين لإصلاح ذات البين بينهم، بين الجيران، بين الأصدقاء، بين الزوج وزوجته، بين الوالدين والأولاد. هكذا يجب أن نكون. حتى نصيحة للزوجين شي مخطرة منك يوقع سوء تفاهم ولا مشاكل بين الزوج وزوجته، نقول لك أيتها الأخت المسلمة ما تمشيش الإدارة مباشرة، ما تمشيش تشكي به مباشرة، سيري البيت الله عز وجل وهما غادي يدخلوا. وشحال من مشاكل تعالجت، وشحال من أسرة تجمع الشمل ديالها، وشحال من زوجة والزوج دخلوا غاضبين وخرجوا فرحانين. فقبل ما الإنسان ما يتقدم الإدارة المسؤولة عن المشاكل الزوجية، المسؤولة عن الطلاق، نجيو للمسجد. إذن كذلك أيها الإخوة والأخوات، المسجد والله فيه راحة نفسية وروحية وجسدية. لما توجدها؟ لا في الدار ديالك، ولا في القهوة اللي كتجلس فيها، ولا حتى في الخدمة ديالك، ولا في الأوطيل، ولا في أي مكان من الأمكنة فوق الأرض، لأنك في بيت الله وضيف من ضيوف الرحمن. ولهذا سلف صالح رحمهم الله كانوا يوجدوا هذه المسائل في المسجد، وهذا الراحة كانوا كيجيو بكري، لأن كيوجد واحد الراحة واحد السكينة. إلا كانوا هذا الشيء كيديروه الصحابة اللي كان في عصر الخير وعصر البركات وعصر الحق، فاسمو غادي نقولوا احنا في عصر الفتنة وعصر الفساد وعصر الباطل والمنكر، يعني الهروب إلى المسجد أولى من الاختلاط في الفتنة والعياذ بالله التي تعصف بالمسلم وبغير المسلم من كل جانب.